في أول بطولة ذاكرة تقام في العالم العربي عن بعد وبمشاركة 24 متنافسا عربيا، استطاع سليمان بكوش أن يفتك المرتبة الأولى في صنف الكلمات العشوائية. في الحقيقة كانت هذه أول تجربة لي مع البطولة العربية عن بعد، كانت تسجيل إلكترونيا، ولكن الحمد لله كنا نعيش أريحية كبيرة جدا من حيث أول شيء المنافسة، من حيث التدريبات. نشكر شكر جزيل للجنة التقنية التي كانت ترافقنا، الحكام كذلك الذين وفروا لنا ظروف حسنة، وإن شاء الله دائما تتطور البطولة العربية للذاكرة وموقعها في الطبعات القادمة إن شاء الله. في الحقيقة بدأ اهتمامي بمجال الذاكرة بالضبط في صيف سنة 2017. بعدها لقيت أن هذا المجال مجال واسع جدا وفيه معلومات كثيرة جدا، وخصوصا تهم مجال الذاكرة اللي هي مجال الدراسة ومجال العلم وطلب العلم. بعدها كملت والمستوى الثاني المستوى الثالث. 2018 كانت ربما نقطة تحول في حياتي بحصولي على شهادة الماستر في الذاكرة. بعدها في سنة 2019 كانت مشاركتي في بطولة الجزائر للذاكرة، كانت تقام بمدينة الأغواط، وصنفت في المرتبة الثالثة في صنف الأكابر. في نفس السنة دائما كانت البطولة العربية حضوريا كانت مقامة في مدينة سوسة بتونس، وكانت مشاركة كذلك فتحت لي آفاق كثيرة جدا، وكان احتكاك بأبطال عرب كبار جدا، وصنفت كذلك في المرتبة الثالثة في صنف الأكابر كذلك. الذاكرة من أبرز القدرات التي يتمتع بها الدماغ البشري، فهي تساعده على تخزين كم كبير من المعلومات. واحد صفر واحد واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد واحد أربعة خمسة سبعة ستة. قدرة سليمان على تذكر كل تلك الأرقام تجعلك تتساءل لا محالة عن الطرق التي تساعد في الحفاظ على الذاكرة وصحتها. الطب القديم كان يعتقد بأن مخ الإنسان أو العصبونات النيورونز الموجودة في العقل البشري لا تتطور، وإذا أصيب عصبون بالتلف فإنه لا يعاد مرة أخرى تجديده، وبهذه الطريقة يصبح عقل الإنسان في تضاؤل مستمر. إلى أن أتت سنة 1998 بإحدى الجامعات البحثية في السويد، وجدوا أن هناك منطقة في الدماغ اسمها منطقة حصن البحر أو حصين البحر اللي تسمى الهيبوكامبوس. هذه المنطقة الخاصة أو المسؤولة عن الذاكرة الدائمة هي التي تقوم بإنتاج خلايا عصبية جديدة، بل وجدوا أنها تنتج حتى عند الناس المتقدمين في العمر. فلذلك العقل يتطور أول شيء عن طريق التطور إنتاج الخلايا العصبية عن طريق البحوث الأخيرة، والشيء الآخر عن طريق ما يسمى بالمرونة العصبية الذي خلقها الله عز وجل في المخ التي تسمى بالنيروبلاستيسيتي، التي أي إنسان إذا أراد أن يدرس موضوع علمي معين فإن قدرات دماغه كلها بالخلايا الدبقية الاستنادية وبالخلايا العصبية وبالفصوص وبالاتصالات الشبكية وكلها فإنها تدعمه وتعطيه هذه المهارة اللي هي المهارة دراسة موضوع علمي. إذا أراد موضوع أدبي سوف تدعمه بهذه الطريقة. فهذه مهارة خلقها الله عز وجل، وكأنها إشارة أيها الإنسان دائما أطلب العلم. طلب العلم أفضل شيء يقوي ويزيد من صحة الذاكرة. قدرة سليمان وأقرانه في الذاكرة تحيلنا على فشلنا أحيانا في تذكر قائمة التسوق فور الدخول إلى المتجر، أو في تذكر السبب الذي دعانا للصعود للطابق العلوي بمجرد وصولنا إليها، أو في ترسيخ المعلومات في أذهاننا بسهولة فور قراءتها.